السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز حسن من موقع خدمات.com. هنبدأ دلوقتي نتكلم في درس جديد من سلسلة دروس الريل تايم شات أبلكيشن. هنبدأ النهاردة نعمل حاجة ظريفة جدا جدا. أنا عايز لما أكون على الشانل، يعني أول ما أخش على الشانل تبقى دي أكتيف، يبقى لونها أزرق زي كده، تمام؟ ولما أنقل أروح على الشانل تاني تبقى الشانل التاني هي اللي لونها أزرق، تمام؟ بحيث أبقى عارف أنا على أنهي شانل بالظبط. طيب تعالوا نروح هنا على الكود بتاعنا، على الجزء اللي هي الفانكشن بتاعت جيت اول تشانل. تعال بس فوق الاول هنا نعرف منتجات جديده هنسميه اكتف تشانل بالشكل ده، وهاجي تحت هنا اقول له هنا لو الاكتف تشانل يساوي الاكتف تشانل ده بيساوي لو الداتا تشانل دوت نيم equal public. خلي بالكوا ان الجيت اول شان ده هتشتغل مره واحده لما اجي اشغل الصفحه، فاكيد لما اجي اشغل الصفحه انا عايز البابليك هي اللي تبقى اكتف، يعني الشانل البابليك دي هي اللي بخش عليها بكونكت طبيعي، فانا عايز هي اللي تبقى اكتف. فلو الداتا نيم الشانل اللي راجعه لي بتساوي تساوي بابليك، تمام، ريتيرن بي اكتف، اذروايز ما تعملش اي حاجه، تمام. وهاجي انا بقى في التمبلت بتاع اللي هو بتاع الشانلز ده، هاجي اقول له هنا في الكلاس ده بالشكل كده حط لي الاكتيف شانل. فالمفروض دلوقتي لما انا اعمل ريفرش هنا المفروض البابليك دي هتبقى زرقاء اول ما اعمل ريفرش على طول، لان انا هبقى اكتف على البابليك بتاعتي، فهي هتبقى الزرقاء بتاعتي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، تمام. طيب هرجع هنا تاني، عايز اعمل ايه بقى؟ عايز لما ادوس على واحده من دول اتنقل عليها، يعني عامل كونكت عليها. هعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي هنا على الشانل واقول له هنا على مثلا تعال نقول له هنا اني لما ادوس على ال اي دي اون كليك، تمام، هتساوي تعال مثلا نعمل فانكشن اسمها سبسكرايب، تو channels او مثلا go to room مثلا، ايا كان اسم الفانكشن ايه. المهم تبقى عارف ان الفانكشن دي كلها هتعمله ان هي هتنقلك من الغرفه اللي انت فيها للغرفه الثانيه، وهنمرر this. طيب وهاجي هنا اقول مثلا داتا اي روم اي دي، واديها الاي دي بتاع الروم مثلا عشان برضه تبقى معايا الاي دي بتاع الروم. طب هجيب الاي دي بتاع الروم منين؟ هروح على الداتا شانل، تمام، واقول له اديني الاي دي بتاعك. وعايز كمان هعمل هنا داتا روم نيم، هحتاج النيم عشان اضيفه في المكان اللي انا بظهر فيه اسم الشانل بتاعتي. طب بس عشان تشوفه بشكل اوضح اقول هنا الداتا دوت نيم. تعال بس نقول روم اي دي بالشكل كده، تمام. تعال نشيك لو عملت ريفرش هنا، تعال نقول هنا سبكت عذرا انسبكتور، الاقي المفروض هنا الروم اي دي والروم نيم، الكلام ده جميل جدا جدا. طيب انا عايز بقى لما كليك ايه اللي هيحصل؟ هبدا اعمل الفانكشن دي جو تو روم، هبدا اعمل هنا فانكشن جديد خالص، فانكشن جو تو روم، طبعا هتستقبل هنا الاي بتاعتي اللي هي اختصار للزس، تمام. طيب اول حاجه هعملها في حاله ان انا دوست على الازرار، اول حاجه هعملها عايز اتشيك هل انا على الشانل دي حاليا ولا مش على الشانل دي. هبدا اقول هنا اف ان الاي dot has class، طبعا دي function في في الجكويري، بتاكد ان الاتريبيوت اللي انا فيه او التاج اللي انا فيه عنده الكلاس، فاقول هنا if has class active، لو هي اللي انا بدوس عليها عندها كلاس اسمه active هقول له return false، لان ده معناه ان هو بيدوس على الروم اللي هو جواها، يعني زي مثلا ايه
لما انا هنا على البابليك بدوس على البابليك، عمال ادوس على البابليك، فانا مش عايز حاجه تحصل لان انت كده كده على البابليك، تمام؟ فمش ينفع ادوس عليه، تمام؟ طيب ايه تاني؟ هو هنا else بقى، لو هو ما عندوش الكلاس ده يبقى هو بيروح على روم تاني، ساعتها انا هبدا اشتغل على اللوجيك بتاعي. طيب اول حاجه هروح هنا اقول له هنا ايه؟ الاي دوت، عذرا اي هنا اي بشكل دوت اد كلاس اللي هو اكتف. اول حاجه اعملها هخلي الروم اللي ضغطت عليها اكتف، تمام؟ بس قبل ما اعمل كده، قبل ما اقول له ضيف لي الاكتف، عايز اعمل ايه دلوقتي؟ هقول له هنا ان اي كلاس واخد الروم، طبعا الروم دي جت منين؟ انا اي ال اي عندي واخده كلاس اسمه روم، تمام؟ فانا هبدا هنا اي كلاس روم دوت ريموف كلاس، شيل الكلاس اسمه اكتف، بحيث ان هو يروح يشوف اي كلاس اسمه روم، اي ال اي اسمها روم واخده كلاس ما اكتف تشيلها لي، تمام؟ طب تعالى نشيك كده. فوق دلوقتي لو عملت ريفرش ودوست على اي حاجه غير البابليك هتتشال من على البابليك وتروح تضاف على الحاجه الثانيه. يعني مثلا دوست على فيو جي اس زي ما انتم شايفين كده، اتشالت من على البابليك وراحت على فيو جي اس، او دوست على جافا سكريبت اتشالت زي ما انتم شايفين كده، تمام؟ اهو اللي بدوس عليه بياخد الكلاس وبيتشال من عند تاني، تمام؟ جميل جدا جدا. طيب هبدا دلوقتي اعمل ايه؟ هبدا بقى دلوقتي المفروض هقول له ان السوكت بتاعي بيتقفل. يعني اما انا دوست دلوقتي، انا دلوقتي كونكتد على البابليك اهو، في واحد، تمام؟ طيب انا دلوقتي لو رحت على الجافا سكريبت المفروض انهي السيشن بتاعت البابليك او افصل نفسي من البابليك واوصل نفسي بالجافا سكريبت، تمام؟ فالمفروض ده الكلام ده هنعمله ازاي؟ كل اللي عليه نقول له ان اس ال اس، ما احنا كده كده اصلا فوق معرفين متغير اسمه اس ال اس اللي هو ستريم لاب سوكت، تمام؟ فانا اقول له الاس ال اس دوت سوكت دوت كلوز، اقفل لي الاتصال ده بالشكل ده. وبعد كده هبدا اقول له هنا بقى ايه؟ هبدا اقول له هنا شغل لي الفانكشن بتاعت اللوجيك. شوف الفانكشن بتاعت اللوجيك دي هي اللي بتتصل بيه الستريم لاب، تمام؟ وهقول له اتصل لي بيه الاي دوت داتا، روح لي على الكلاس اللي انا فيه او ال اي اللي انا فيها، وهات لي منها الاتريبيوت الكاستم اتريبيوت اللي هو اسمه ايه؟ الروم نيم. انا كده كده مسجل الروم نيم هنا، فانا كده همررها له هنا، اقول له هنا بالشكل ده بالشكل اللي شايفينه كده. فهو هيروح يشغل اللوجيك ويقول لها ان الروم نيم بتاعتك او التشانل بتاعتك هي نفسها التشانل اللي انا دوست عليها. تعالوا نشيك كده ونشوف الدنيا في ايه. طيب هنجرب، هدوس على الفيو جي اس، المفروض كده فعلا انا نقلت نفسي من الفيو جي اس.